انا عايز اتكلم عن انه اوريدي احنا عندنا مشكله. احنا عندنا عدد كبير جدا من الناس بيدخلوا في فئه، يعني انا مش عايز اقول مساكين واحتياجات وكلام زي كده، هقول جبر الخواطر. جبر الخواطر. الحقيقه في رساله وصلتني، انا ما كتبتش ولا كلمه في حضراتكم هتقروا اللي انا بقراها على حضراتكم على الاوتو كيو دلوقتي، بس انا عايزكم يعني اتمنى من حضراتكم ان انتوا تفكروا فيه شويه، عشان في يعني واجبات علينا انسانيه تجاه الناس اللي ربنا ادانا وما ادالهمش بنفس القدر. بيقول ايه يا عم؟ بيقول لك في ناس غصب عنها مركزه على كل تحركاتنا من غير ما ناخد بالنا. بواب الناس بتشتغل عندك في البيت او في الشقه اللي جنبك او كذا او كذا. يعني راجع شاري هدوم جديده ولعب وهدايا لاولادك، يعني هو شايف. عمال النظافه في المول ولا في المحل، ولا الراجل اللي بيناولك مش جيب لك جاكيته، ولا اللي بيديلك مش عارف ايه، ده بيبقى موجود. شوفها كده في الايه، في المول، بص تلاقي واحد قاعد مستخبي جنب يعني حمام او حاجه زي كده وبيلم القمامه ويجري يمسح حته من الارض اتبلت ويرجع يقف مكانه تاني. وبقى شايفنا واحنا خارجين من المحلات وشارين هدوم وكلام زي كده. اهلنا واخواتنا اللي بيشتغلوا في البنزينه، واقف يفول لك عربيتك وعمال يغسل لك اللي مش عارف ايه، سيبه يغسلها لك يا عم، اديله 5 جنيه زياده، يمسح لك كده المرايه ومش عارف، سيبه يعني، ما يعني خدمه ليك وهو في المقابل ياخد يسترزق يعني. بص تلاقي انت طبعا طالع مصيف ولابس شورت ولابس نظاره ومش عارف ايه، والناس شايفاك يعني نفسه حتى يعني ربنا يديله واحد من 1000 من اللي اداهولك. تلاقي الراجل بتاع الدليفري اللي جاي لك يدي لك اوردر وجايب لك اكل وحاجات ريحتها مش عارف ايه وكذا وكذا، وشايفك ساكن فين وكلام زي كده. طبعا ناس تانية كتير قوي مساكين وظروفهم خلتهم ما يبقاش حاتين. انا طبعا اسف في الالفاظ يعني، بس حضراتكم احنا بنذاكر، احنا في مركب واحده يعني، المصريون كده على بعضنا احنا كده في مركب واحده. ربنا كلنا في احتياج يعني، حتى الغني في احتياج برضه، في احتياج رحمه ربنا. تجيلك ازاي انت رحمه ربنا حتى وانت معاك فلوس؟ يديلك ازاي البركه في الفلوس الكتيره اللي معاك؟ لو معاك فلوس كتيره ما هو انت برضه محتاج البركه فيها، لان ممكن معاك فلوس كتيره ومش عارف تنام ومش عارف وابنك مش عارف ايه ومش عارف بنتك خرجت يعني كل ده انت محتاج ربنا. الغني احتياجه ربنا انه يبارك له، واللي مش غني احتياج ربنا انك تديله. فالظروف خلت الناس دي تتحرم من الاجازات عشان يوفر مبلغ بسيط لاسرته واولاده، وهو بيقول في نفسه اتعب انا بس عيالي تنبسط. اغلب النماذج دي بتدخل شرعا فيما يسمى بالمساكين. المسكين هو اللي عنده دخل لكن ما بيكفوش، وبيبقى في حاجات كتيره مش عارف يعني يطلب ازاي ولا يعمل ايه، يعني ما احتياجاته واحتياجات اسرته على الله كده، يعني معاه الحد الادنى اللي يا دوبك يعني يعيشه. ايوه بس هو عنده احتياج، عايز يتجوز وعايز يخلف وعايز يعيش حياه كويسين. الناس دي محتكين بيك بشكل مباشر في مواقف كتير جدا في يومك، وغصب عنهم غصب عنهم عنده عين وعنده نفس وعنده احتياجات، وغصب عنه هيبص لك في مظاهر احتفالك وانفاقك وهدومك، غصب عنه وبيحس بألم الحرمان وذل الحاجه والفقر، والاحساس ده صعب قوي ربنا ما يحطنا فيه، وعلاجه لحد بعيد سهل. ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا في تقسيم فلوس التركة على الورثة ان لو كان في حد مسكين قاعد وشايف الفلوس بتتقسم، شرع انك تديله قرشين من الفلوس دي جبرا لخطره، تجبر خطره. قال تعالى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين، الآية بتقول وقولوا لهم قولا معروفا، يعني ايه؟ فارزقوهم منها وقول لهم قولا معروفا، مش قول له انت بقى ايه خد يا عم اديك ايه خدت لك قرشين سراه، لا يعني ما تقولش كده، لا قول له قول معروف. ده ربنا سبحانه وتعالى احيانا بيحاسبك على الكلمه الطيبه اكتر من حاسبك على الانفاق. وبالقياس برضو الناس دي ربنا قدر لها انها تتفاوت معانا في الدرجات. الايه القرانيه بتقول لك ايه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إحنا فتنة البعض، لأنك أنت معاك فلوس ومعاك عربية مش عارف إيه ومعاك كذا ومعاك كذا ومعاك كذا، وحد تاني ظروفه مش شطارة منك وخيابة منه، لا هي قدر كده. ممكن يكون على فكرة أذكى منك وأشطر منك ومجتهد عنك، ولا إنما بدأ من تحت خالص فمش عارف يطلع. وبالتالي ربنا من عليك إنك أنت اللي تكون ليك الإيد العليا بفضله، بفضله مش بشطارتك. فمن باب شكر ربنا على نعمته، ومن باب تأليف القلوب وإذابة الشعور بالحرمان والطبقية، كل واحد فينا يحاول على قد ما يقدر
يطلع مبلغ ولو بسيط يا عم 5 جنيه ما بقولكش يعني يطلع طبعا ما تقدر 20 30 5 ادي ادي يعني ادي اللي تقدر عليه يطلع زي ما يطلع دي للعامل من غير ما يعني من غير ما تحسسه انك يعني ده مال الله اللي انت بتديهوله هو ما يعني هذا مال الله عندي مره بيقوله لواحد من الصحابه اعتقد ابن مسعود كان عنده جمل كده او ناقه وعليه حاجات كتير قوي فبقول له هذا لك ده بتاعك يعني قال له هذا مال الله عندي هو ده الصح فلوس دي مش بتاعتك دي فلوس ربنا اللي عندك الناس دول لو تديله قرش اي مبلغ تفرق معاه نفسيا جدا جدا انت ممكن تكون شاري حاجات 5000 ب 10000 اي مبلغ لكن لو اديته 20 جنيه 10 جنيه هتلاقي نفسه رضيت وعينه اتملت سبحان الله رغم المبلغ قليل جدا ووصلك بصه تانية عشان ربنا يبارك لك في اللي انت اشتريته وتلاقي لوحده كده عمال يدعي لك حتى لو ما قالهاش ببقه لانه برضو احيانا مش عايز يحسسك ولا يحس ان هو يعني ايه يعني يا عم انت اديها له كانك بتعامل ربنا وهتلاقيه جواها من غير ما يقولها بلسانه ربنا يبارك لك ويزيدك من نعم يعني الاحساس بالحرمان والطبقيه يتحول لدعاء بالزياده والنماء والبركه في الحقيقه كون ان ربنا اختارك انك انت يكون معاك فلوس وجعلك لك اليد العليا فعليك مسؤوليه انت في احتواء الناس دي وبعدين ربنا قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني الفلوس دي بتاعت ربنا وهو اللي اداها لنا بفضله والناس دي مش متسوله دي ناس شغاله وبتبذل اقصى ما عندها في طلب الرزق اشتغل يمكن 10 ساعات في اليوم ولكن امكانياته وتعليمه وصلها لوظيفه صغيره دليفري حارس عقار عامل في بنزينه بيمسح احذيه بيبيع مش عارف ايه في الشارع يعني ما هنقول ايه يعني واحد يقول لك ايه يعني هنسيب بقى الفقير المعدم وندي للناس اللي بتشغله وبتقبض يا عم ما تديهوش فلوسك كلها افتكر ولو بمبلغ بسيط انا ما بقولكش روح يعني لكن الفقير المعدم ده كل الناس عاده شايفينه وبيدوله لكن في ناس بقى مساكين عنده دخل ما بيكفهوش ويصعب عليه انه يعني هتلاقيه عمال يقول لك ايه كل سنه طيب مساء الخير عاده انا ما بحبهاش بصراحه اروح داخل مكان مطعم ولا مطار ولا بتاع والاقي واحد ايه مخبي الكلينكس كده على جنب وتفاجئ يطلع لك الكلينكس يعني هي ما تسيب يعني ما بس هو كانه بيقول لك افتكرني طبعا انا اسف ان انا بتكلم في موضوع زي كده بس هي واجبنا احنا نفكر بعض يعني نتواصى بالنوعيه دي من الكلام لانه غالبا دول بيبقى شاب عايز يتجوز ست يعني بتبقى ممكن يكون زوجها توفى ولا سابها ولا كلام زي كده فنسحب بعض انا طبعا وممكن على فكره لو معكش فلوس كلمه طيبه يا عم احيانا كتير يعني تقول حاجه كويسه وخلاص ما تحسش بالدنيا يعني احيانا بشوف بعض الناس كده ايه يعني كانه مش عايز يكلمه ولا بيبص له نظره مش لطيفه كده فده يعني الناس بتحس بيها بشر زينا وكل حاجه وعنده مشاعر وممكن دعوه منه تبارك لك وممكن يعني لما انت نظره مهينه خد بالك انا مره تانيه انا قضيتي مش الفلوس بس ده واجب ده واجب علينا تجاه هؤلاء اخواتنا واهلنا وفي ذمتنا واحنا في ذمتهم لان هو دعوه منه ممكن تنقذني يعني اوعى تفتكر ان هو محتاج لك بس انت كمان محتاج منه كلمه يقول لك يا رب الراجل ده افتكرني يا رب انت عالم انا محتاج ال 100 جنيه اللي جمعتها من 10 20 واحد يا رب بارك لهم يا عم ده انت تاخد دعوه كبيره جدا مش هتعرف لو قعدت 100 سنه تدعي لنفسك ورحت الحرم وحجيت وعملت البدع مش هتاخدها فانت محتاج لدعوته حتى لو ما قالهاش ببقه حتى لو ما لو جبرت خاطر قلبه ده يعني خلاص بقى رزقك على ربنا انت عايز ايه اكتر من كده لما ربنا يعني ربنا يجبر بخاطرنا جميعا ودايما تذكروا قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط ربنا اللي بيدي وبيمنع واليه ترجعوا اتمنى ان تكون الرساله وصلت